المجد والنصر لجيش مصر. القاهرة وناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عملية المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس التصدي لكل التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة. خادم الحرمين درع الخليج تثبت قدرتنا على العمل ضمن تحالف منسق. البرلمان يوافق على تعديل مرتبات الوزراء. السماح لحفيد مبارك بالسفر. وإليكم تفاصيل النشرة. التصدي لكل التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الحفل الختامي لتدريب درع الخليج المشترك واحد بالمنطقة الشرقية في السعودية برعاية الملك سلمان وبحضور عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة، مشيدا بما أظهرته القوات من كفاءة قتالية عالية واستعداد تأهب راقي، مشيرا إلى ما تساهم به المناورات المشتركة من تعزيز للتعاون والتنسيق العسكري والأمني بين القوات المشاركة بما يضمن استعدادها للتصدي لكل التحديات والمخاطر. هذا وتضمن التدريب الذي استمر لشهر كامل تنفيذ عدد سيناريوهات محتملة بالذخيرة الحية. وجاءت مصر في مقدمة المشاركين ممثلة بعناصر من القوات الجوية والوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات والبحرية بالإضافة للشرطة العسكرية. من جانبه أكد الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي أن استضافة المملكة لدرع الخليج تأتي تأكيدا على قدرة الدول على العمل ضمن تحالف منسق وتنظيم عسكري موحد لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. ويعد درع الخليج واحد أضخم التدريبات العسكرية في المنطقة سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، ويهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك. وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 87، ويتضمن أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مكافأة أو مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى. وكان علي عبد العال رئيس البرلمان قد أكد أن القانون تقنين لوضع قائم ولن يترتب عليه زيادة في المرتبات، مشيرا إلى أن أكبر رقم في الموازنة هو الخاص بأجور الموظفين، حيث حدثت زيادات في أجورهم بشكل لم يحدث في تاريخ مصر. مصر سيصبح لها دور متصاعد في صناعة الغاز العالمية، هذا ما أكده ديفيد كارول رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغاز خلال لقائه مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مشيدا بالنتائج التي حققتها صناعة البترول المصرية والغاز على وجه الخصوص، خاصة بعد النجاح الذي تحقق في حقل ظهر وما شهده من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة. وكان وزير البترول قد استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تمت لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات البترولية والخطوات التي تمت في مشروع مصر القومي لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول. السماح لحفيد مبارك بالسفر، فقد قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بوقف قرار منع عمر نجل علاء مبارك وحفيد الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد. وكان نجلاء مبارك قد تقدم بطعن ضد قرار منع أولادهما عمر وفريدة من السفر. على جانب آخر قضت الدائرة ذاتها برفض الطعن المقام من طارق الزمر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوتين بامتناع وزارة الداخلية عن رفع اسمه من كارت المعلومات بالوزارة. مصر تتربع على عرش رياضة الإسكواش عالميا، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر انطلاق بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش لعام 2018 في الفترة من 20 وحتى 27 من إبريل تحت رعاية البنك العربي الإفريقي الدولي الراعي الرسمي للبطولة على مدار 7 دورات متتالية. وتعد هذه البطولة من أهم 7 بطولات حول العالم، كما اعتلت مصر قائمة المصنفين العالميين بوجود 7 من أبطالها ضمن أول 10 مراكز عالميا في التصنيف الدولي للإسكواش هذا العام. ويسعى البنك لتحقيق المزيد من الوعي والانتشار لرياضة الإسكواش وتمكين أبطالنا من الحفاظ لمصر على ريادتها وصدارتها على مستوى العالم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.